كثفت وزارة الداخلية من استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال نشر الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين وعلى المحاور الرئيسية والمتنزهات والمقاصد السياحية والترفيهية وكذلك وسائل النقل والمسطح المائي لنهر النيل. تبقى الجاهزية المطلقة والاستعداد والتأهب هي سمة أجهزة وزارة الداخلية في تأمينها كافة الفعاليات والاحتفالات. وتستمر الوزارة في تلك الجاهزية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك بكافة قطاعاتها ومديريات الأمن، والتي استعدت لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة في هذا الإطار. انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاماً في الأعياد، بخاصة منطقة وسط البلد. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتاديها، فضلاً عن الحملات المرورية التي تتم عليها لضمان الانضباط المروري مع نشر سيارات الإغاثة المرورية وأنظمة مراقبة السرعات للتعامل مع الكثافات المرورية والأعطال، كما تتابع غرفة عمليات المرور الحركة المرورية على مدار الساعة. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين، لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة لها. كل تلك الإجراءات والاستعدادات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.